وفي الاخر غطالبي بان الاب خاصو يعترف بولده. اقول لي انا كنطالب بان الاب ديال ولدي خاصو يجي ويعترف بالدرب. متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف خير، كنتمنى كذلك يا ربي يكون رفع لنا هذا البلاء هذا ان شاء الله بإذن الله. كيف ما عودتكم قناة شوف تيفي فهي كل نهار كتشوف الناس اللي محتاجة، الناس اللي عندها مشاكل، كنحاولوا نوصلوا صوتهم المجتمع، صوتهم كذلك الرأي العام، المسؤولين المحسنين، باش كنحاولوا اننا نعاونهم. اليوم معايا واحد السيدة كيف ما كتشوفوا، غنحاول نقول انا المشكل بالمختصر وغنخلي كريمه هي اللي غتعاود لنا التفاصيل واشنو وقع. هاد السيده هادي حملات في علاقه غير شرعيه اللي نتج عليها طفل اللي كيبلغ دابا من العمر 5 سنوات. كيف ما قالت لي كريمه هي كتخرج مسكينه دابا غير باش يعني كترزق الله باش كتقدر توكل هذاك الوليد. ثانيا كتقول لك بان الدري عارف الحقيقه، عارف شنو كاين ولا ما عارفش، ولكن غياب الاب عقده، الغياب ديال الاب بدا كيبان على الدري لانه غادي وكيكبر بدا كيتعقد. غناخذو من عند كريمه التفاصيل. السلام عليكم، الاسم ديالك وفين ساكنه؟ كريمه. حاولي ترفعي صوتك كريمه. اسمي كريمه. اها كريمه الخادية. واخا قربي شويه الميكرو عندك هكذا. واخا كريمه عاودي لي المشكل ديالك من الاول. دابا الدري تلاقيش معاه 13 عام وانا معاه، كنت معاه، هو اعترف ليا بيه، اعترف ليا بيه وانا باقا ما دارش في الحلمه الثانيه. شحال انت كتعرفي هذا السيد هذا؟ 13 عام. 13 عام وانت كتعرفي وانت معاه في علاقه غير شرعيه. اها صافي، كان انا كان انا اللي كان يا انا اللي فين تعرفتي عليه؟ الزنقه. كيفاش الزنقه؟ الزنقه تلاقيت معاه. وفاش حملتي كريمه؟ الناس باغا تعرف التفاصيل، باغا تعرف القصه ديالك، حاولي انك تدخلينا في التفاصيل وتعاودينا من الاول اشنو وقع. تلاقيت معاه وتصاحبت انا وياه. اها. مدة 13 عام. حملت الدري، ولدت الدري في السبيطار، مريزقو، ولدت جاني ديالي كينصاب لبعكاشة. اه. صاب ليا بيه، كينصاب صبتوني للجمعية، صبتوني هادي البازارات بنا ديري كتوبة الأبوة اللي هو باقي ما حطش في حالة مدنية. ولكن واخا كيفاش 13 عام وانت في هاد العلاقة هادي وأنك قبلتي تبقي في علاقة غير شرعية مدة 13 عام و يعني ما كنتيش كطالبي أنه يتزوج بيك، ما كنتيش كطالبي علاش؟ قلت زعما هو يقول لي واش نقول لي أنا؟ زعما تقول لي هو. ولكن راه 13 عام كريمة. اه 13 عام. يعني مدة، راه مدة. واخا فاش عرفتي راسك حامله شنو التصرف اللي درتي كريمه؟ حاولي الناس تعاودي لهم القصه ديالك. اه واخا فاش عرفتي راسك حامله كيفاش تصرفتي وكيفاش مشيتي عنده؟ لا عادي ما كنت حامله صار ما دار معايا والو، كنت حامله ما دار معايا حتى حاجه. اها. قلت لي غنتزوج في كل حاجه. اي شنو قال لك في هذيك اللحظه فاش قلتي له حامله؟ على هو فرح. اها. فرح صافي هادشي اللي كاين. كيفاش فرح؟ فرح ملي حملت. وقال لي يا دابا غير باش تفهم الناس، دابا انت فاش مشيتي قلتي له حامله فرح. آه. وعلاش ما اعترفش بالدري؟ هو دابا ما اعترف به، غير مازال ما حطش في الحلمه، ما حطش في الحلمه الثانيه. علاش ما حطوش في الحلمه الثانيه؟ جات لي مغدا لي مغدا ما عرفتش. شحال دابا هو متهرب؟ 5 سنين وهو متهرب من المسؤوليه ديال الدري. اه 5 سنين دابا تبارك الله عنده 5 سنين. ايوا راه 5 سنين يعني. آه. كل نهار كيقول لك غدا غدا غدا. آه. هذا راه ما باغيش يعترف به، ماشي كيتهرب. اه ولا لا؟ هادشي اللي كاين. واخا انت كيفاش من بعد هذا المشكل هذا اللي وقع لك كيفاش كتعيشي حياتك؟ كنعيش حياتي مع الدري، كنفيق مع 6 الصباح. كنفيق مع 6 الصباح كندبر هادشي اللي قسم الله كنمشي بحال هادشي. يعاودينا اليوم ديالك كيفاش كيدوز، شنو المعاناه ديالك باش توصلي للناس شنو الالم والمعاناه اللي كتحسي بها؟ شي اللي قسم الله وصافي. اي عاودي شنو اللي قسم الله؟ كنبقى نسالك شي اللي قسم الله. يعني كتخرجي الزنقه كترزقي الله باش. اييه باش. واخا عاودي باش ناكل باش. واخا عاودي لنا شحال كتكري، شحال كتصوري في النهار؟ دارية 16. اها. دارية 16 موضة. اها.
خسرت شي اللي قسم الله يا 100 درهم يا كرمه 50 درهم وكتكفيك؟ لا كتكفيني شخص. وكيفاش كدير؟ شويه الكرا وشويه ال واخا ولدك حالته نفسيه دابا كيف دايره؟ عادي يا عاودي لا راه خاصك الناس راه خاصك توصلي لهم الالم خاصك توصلي للناس المعاناه اللي عندك باش تقدر تحس بيك. عادي عادي واخا شنو الرساله ديالك للمحسنين؟ باش يعاونوني على هاد الدري هذا الله يجعل فيه زوين وكاود مارك الله يجعل فيه حفظه ما كانش الساحه ديالهم ضيعوني شي سخام الله يجعل فيه